عليكم الغزاله ديالي لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غزالات جيت وجبت لكم واحد الكوميديا غزاله بزاف بزاف بزاف، غادي تموتوا بالضحك. انا بعدا شخصيا كنتفرج وكنموت بالضحك. اليوم ان شاء الله غادي نمثل لكم زوجات نكديات، مع احترامي لكم صراحه ماشي كاع العيالات نكديات، وبعد المرات ما كنكونوش باغيين نكدوها، كتكون غير ردة الفعل ديالنا كتكون هكاك. اليوم ان شاء الله غادي نديرها يعني في اطار الضحك بيناتنا، يعني كنظن حتى واحد ما غيتقلق وحتى واحد ما غيبقى فيه الحال. المهم البنات، يعني النكد ما كيكونش الاكثريه كيكونوا، يعني حنا معروفين النكد كيكون في العيالات، ولكن كاين حتى رجال نكديا، يعني كتقولي لهم هاد الطريق ما كيقول لك هاد الطريق، وحنا عاوتاني كنوليو نشدو العكس وهما عاوتاني هكاك، وهي غادا يعني ضروري كيكون الدرك على واحد كيف ما كنقولوا. المهم البنات، ما نزيدش نطول عليكم في التقديم. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى النسبه ديال لي لايك تطلع في هذا الفيديو، و الى عجبكم بحال هذا النوع ديال هذا الفيديو. المهم على القناه ديالي متنوعه، اي حاجه قلبتوا عليها غتلقاوها، الخروج الاصلاح يعني الوصفات والكوميديا ان شاء الله الا صدقت وعجبتكم غادي نبقى ندير لكم فيديوهات ديال الكوميديا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم الغزالات ديالي. المهم الا عجبكم الموضوع ديروا لي لايك، وخليوا لي في لي كومونتير شنو المواضيع اللي تبغيو انني نمثلها معكم، وفي نفس الوقت اعطوني الاراء ديالكم على الادوار. صراحه انا مترده، مازال ما عارفاش واش غادي نلوح هذا الفيديو ولا ما غنلوحوش حتى من بعد، ومهم كنظن انني غادي نلوح، يعني بما انني درتو غادي نلوح، يعني صدق ولا ما صدقش غادي نبارطاجيه معكم. كنتمنى يضحككم كيف ما ضحكت انا، فريمون زوين بزاف البنات. الصراحه كاينين شي حوايج في حياتنا خاصنا نبقاو خاصنا بحال هاد الامور هادين نوصلوهم لبعضياتنا. كنتمنى البنات تخليو لي في التعليقات مواضيع اللي تبغيو نهضر معاكم فيها ونجمعوا فيها مع بعضياتنا، يعني كيف ما كنقول لكم حنا غير ضاحكين، هادشي غنديروه غير في اطار الضحك مع بعضياتنا انا وياكم والعائله. المهم البنات، كنتمنى يعجبكم الفيديو، فرجه ممتعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، وضحكوا مزيان وضحكوا في خاطركم، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، تهلاو في راسكم. ربي حبيبي ربي انا عييت، والله القسم الا عييت. سي محمد شتيك هاد النهار جالس ما خدامش؟ شنو لا ما خدامش، انا خديت روبو هاد النهار، عييت نرتاح شويه ونجلس معاكم شويه ونشوف الولد شنو خاصو وشنو خاص الدار، وها انا جالس نرتاح. ايوا خي انت اللي تاخذ الروبو مع راسك، انا ما عندي روبو، ما عندي عطله، ما عندي ويكاند يا خويا، زعما نتوما بشر وانا لا. وشوف لاني حيت جالس وقوليش غندير الغدا، يلا واش غادي نطيب؟ انا عييت كنفكر شنو نطيب في الغدا ونفكر شنو نطيب في الفطور. ايوا خويا راني عييت تقهرت موجود الله اخويا، شنو غادي ندير؟ يلا وقولي ورا معاك كنهضر وانت مبحصص في داك التلفازه. هاد الكره واخده لكم العقل صافي، كنتو كتديوها فينا كي كتديوها في هاد الكره. ديري لنا سباكيتي، يا كتجيني يدك غزاله، ديري لنا سباكيتي لالا ونتبرعوا مع بعضياتنا بها. مالك لالا علاش عليك انت هاد التماره؟ شنو هي ياك سباكيتي عاد تعشيتي بها؟ كي غنديروا يا خويا حنا انت سباكيتي نتغداو بها ونتعشاو بها ونبقاو نفطروا بها احسن. ما تقولش اخويا زعما علاش ما نخرج انا هاد النهار اللي جالس واخد الروبو، نهز مرتي ونهز وليدي ونمشيو ناكلو في الزنقه؟ زعما حرام كتخرج تاكل غير انت في الزنقه؟ حنا ما ناكلوش في الزنقه، حرام. هو الموجود الله شي نطوي شرابطي ونشوف ما نطيب لولدي ولا عرفتي شنو؟ ديري لنا الدجاج، فوري لنا الدجاج وفوري لنا خضيره. واخا لا دابا خويا بغيتي الدجاج؟ ايوا ضرب على جيبك اخويا، الدجاج ما فخبارك شايب لي هاد يومين ملي تسالى الدجاج. انا عاودو لك عليا انا تما عندي الكوري، غندور ندور نهز الدجاج ونذبح ونطيب. يا بقا شايب بلاش عليك تمارة، ديري لي الدجاج. لا انا ندير لك بسطيله ماشي ندير لك الدجاج. المرا سالي بدلي ساعه اخرى وطيبي اللي عجبك. لا قسم الله ديري، وماشي ضروري الواحد يتكلف، لا قسم الله الواحد يصوبه. يا اخي يا اخي
والله الا ما كان مسخوط. ها المرأة و فاطمة الزهرة، اجي اجي نقولك. نعم هاد النهار هاد الغدا ما غيطيبش، هاد الولد ما غيمشي يقرا ما غيتغدى. نعم اسيدي، شوفي لبسي حويجاتك وبدلي لولدك ويلا نخرجوا لالا نتغداو برا، ما يكون غير خاطرك. يلا نوضي نمشي نتغداو برا. خرجوا ناكلوا برا يا مسخات، دابا ولات عندك الفلوس ما بقاش شي. ما عندي فلوس، جيب هذيك ما عندي فلوس، شري لي هذيك ما عندي فلوس. ياك اخويا ياك كتخبع عليا، عرفتي شنو داك الفلوس اللي غتخرج توكلني بها برا وما نعقل شي عليها. واخويا جيب دجاج لي يومين وهذا مسالي، جيب طحين ما بقاش، جيب سنيده، جيب السكر، وجيب لولدك الدواء، وجيب ليكوش ونزيدك ولا بركه. قال لك هو خرجني ناكل برا، ويلي على غدايدي يا ويلي يا حي يا ويلي. اجي يا ميمتي طلع عليا يا ميمتي ناقص. الا لا بناقص، بناقص من هذا الروبو وبناقص من هذا الجلاس اللي انا جالس. ما تفرجت في خاطري، ما كلينا ما خرجنا. واشك والله شك والله على لا هذا الشيء اللي غنقوله. عرفتي شنو انا غنعس باش غنتهنى من هذا الشيء كامل. ناقص. الو ها ميمتي حبيبه، لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ كنسمعك كنسمعك. كيبقيتي ميمتي وكيبقيتي مع البرد؟ خوتي لاباس والواليد كلشي بخير الحمد لله. ها ميمتي لاباس عليه وراه في المدرسه، الله يسول فيك الخير. ها ميمتي الحمد لله. وما كرهتش يا ميمتي، والله ما كرهت، الله ما كرهت ميمتي. انا توحشتكم وتوحشت نفجج ونرتاح ونخرج حتى انا ونشم الهواء ما يحسدني فيه حد. والله ميمتي ما كرهت. وراه في الخدمه لاباس عليه الحمد لله الحمد لله، والبركه ما تخطاش هاي الحمد لله. وميمتي شوفي انا عيطت لك راني قنطانه، راه بغيت نجي عندك ماشي سويمينا ميمتي هي انا ووليدي وتا هو يلعب وياخذ راحته. راكي عارفه هاد المدينه ما كيلعبش شي في راحته، هو معلول دغيا دغيا كيمرض. اييه صافي يا الحبيبه. لا لا بالخاطر كوني هانيه ميمتي، وراكي عارفاني ييه ييه. لا لا ما نزيد شي على كلمته. لا لا ما تخافيش شي عليا، راه يبغي يبغي ان شاء الله يا ربي يا ميمتي يبغي. طيب لا توحشتك وتوحشت نتهاودو ونتفاشيو. واخا ميمتي يلا الله يهنيك، سلامة ميمتي. ونعيط ليه على الله نشوف واش معصب واش ناش قالو. الو كي دايره زمان؟ لاباس عليك؟ صحيحتك لاباس؟ كيبقى تما عيدتك شويه مابقاش فيك الحريق. ايوا لاباس عليك يا حبيبي، لاباس عليك الله يشافيك لاباس عليك. لا لا ما خصني والو، عييت نسول فيك واش قريب تجي نوجد لك غديوه اللي كتعجبك ولا مازال. ايوا الله يجيبك على خير. ها شوف راه ملي غتجي راه باغا نهضر معاك في واحد الموضوع. لا لا زوين بجهد الله زوين يكون هاني، الله يوصلك على خير. وغير بشويه في الطريق لا راني جبته راه في الدار. يلا تبقى على خير، الله يجيبك على خير زمان، الله يعاونك. الله يجيبك على خير. نظرا نوجد ما يقول لي شي جيت الدنيا مازال هكا يا ربي. هذا اللي عنده البز ما كيسالي شاي، والله ما كيسالي. ايوا ما عندنا نديرو الصاب يا ربي، خليني نمشي ندوز شي سمينه عند امي نفاجي ونبدل الحيوط كما كنقولوا. والله الا واحد الفيرما واحد كي بيتشهى غيطلق رجيلاتو ويسرح عويناتو ويتمنظر. هي الايام كي كانت هو مكتب الله، ما عندنا ما نديرو شي حسن من شي. الحمد لله الحمد لله يا ربي نوض نطيب لوليدي. انا جايه نزار، انا جايه. اهلا جيتي؟ ايوا على السلامه. الله يسلمك. ايه بسم الله.
أرى هذا التليكوم نشوف شنو بعدي. مهم ما كانش وطفا على التلفاز. نجيب لك واحد الخبيرة اليوم، جبت لك واحد الخبيرة واعرة عصر، حميني عليها دنيا واخيرة. وما تقوليش ما كانت هلاش فيك، حلي ودي ناسك وسمعيش غنقول لك. البركة عارفة جاية واحد السويمينة د العطلة، ايوا وقول سما فيها بس. مشيت عند المدير وقلت له سيدي عطيني داك السويمينة نخرج الدري ونخرج المرأة ويبدلوا الجو شوية. هو مسكين ما خسر ليش، قال لي ما فيها بس العطلة هادي وتا انت ما كتقلش شاي ما فيها بس. يا الله ايوا وش نقول لك، ودست عند صاحبي ورا خديت من عنده شي بركة ومية ألف ريال وغادي نديك لالا تشي تساري. يلا هلال بالصح اخويا، والله الا انا هادشي علاش باغاك، هذا هو الموضوع اللي كنت باغا نهضر لك مع نهضر معاك فيه. وهانت اخي دابا ملي شديتي السويمينه ديالك وعرفتي فين غنمشيو، والصراحه انا ما نكرهش نمشي لشي بلاصه مرتاح ويكون الكالم، وراك عارفه الواحد يفيق على صوت العصافير وكينعس مرتاح كيبدل الحيوط وصافي. يلا هلال غنمشيو لمراكش. مراكش لا خويا ما عندي ما ندير فيه، فيه قوت الزحام قوت القور. ما نمشيش يا خويا، انا ما نمشيش دابا لمراكش. انا نقول لك تمشي لمراكش انت قول لي ماشي وقت مراكش، ودابا دابا ما باغاش انا نمشي لمراكش، نقول لك باغا نرتاح ونصنت على عظامي، انت باغي تمشي لمراكش ولا لا ما بغيتيش لمراكش؟ نديك الافران نتزلقوا مع راساتنا ودابزوا بالثلج ما فيها بس. مهم لا غادي نخرجك وعلى على حسابي هاد المره. إفران لا لا انت باغي تصفيها لذاك الولد، عارف ولدك معلال وغير البارح كنت تجيب له الدواء، وزادو راك عارفني انا مسبوبه غير كنمشي لإفران وكيضربني البرد كان مرض. مشي انا نخسر 100000 ريال ونجي هنا نخسر مليون. لا لا سيدي الله يجازيك بخير، بغيت نرتاح بغيت نشوف الطبيعه ونخضر عويناتي. اش يا خويا انا مالك، راك عارفني فين كنرتاح بلا ما عاد نبقى نقول لك، ما تزيدش تحرجني اكثر. وراه باين الشغل، وراه تقول لي نمشيو لدار ناس من اللي داس عاد مشينا لداركم، والله يجعل البركه. ودابا نمشيو لجهه اخرى فرقوا الصبر. لا لا هذه سهله، بغيتي الطبيعه ويلا نمشيو عند اختي. نمشي ولا لا، ولا نديك عند لالا نمشي ولا لالا التازة. وتبارك الله داك الخضورات وداك الخير، وخضري عويناتك وشمي الهوا لالا الله ينعل لي يحسدك عليه. ايوا صافي دابا هذا جهدي عليك، هذا جهدي عليك غير الا بغيتي تهدي تنكديها وتقولي لا، هذا جهدي عليك لالا. شنو هي واخويا انا عييت نهضر، ما كدير كتخدم زعما كدير لي العكس. مشينا اخويا انا نمشي لتازا، هي كاع مشيت وعاد سارينا. واخويا انا ما غنمشي عند امي، بغيتي مرحبا ما بغيتي شيء عطاني داك الفلوس اللي خديتي ونمشيو كاملين. اخويا نمشي نتصنت على عظيماتي ونرتاح هو بوجود الله. بغيتي مرحبا ما بغيتي شيء السلام عليكم سالينا. شنو هي انت قلتيها بفمك؟ السيمانه اللي دازت كنت عند امي، والسيمانه هذه نمشي ندوزها عند امك؟ احنا ما غنقصو شايف خاطرنا غنبقاو غير عند امي عند امك؟ الا لا وندمت ندمت ندمت الزغب اللي في شعري بناقص. انا واش غندير بشي كونجي؟ اش غندير لالا بشي كريدي؟ انت في دويرتك بغيتي تمشي عند امك نتهنى. لا لا ملي كنكون في الخدمه والله الا لا كنكون مرتاح ومهني الحصول الله يعاونك. الغزالات ديالي انظر ضحكتوا شويه ولا ما ضحكتوش؟ كنتمنى كنتمنى الكوميديا ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. خليولي لايك الا عجبكم لا فيديو، وخليولي في لي كومونتير
الحوار اللي سبغوني نديرو لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم نظرات ديالي، وكيف العاده الا كنت مازال ما اشتركتوش في القناه تابعونا دابا باش وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم وتهلاو في راسكم.